الطفل تلميذ بمدرسة مكبرت يحيى خرج مع والده ثم اختفى عند عودته إلى البيت. أهل المنطقة شرعوا منذ ذلك الوقت في البحث عنه بمرافقة رجال الأمن دون جدوى، وإلى هذه اللحظة لا تزال الأبحاث جارية عنه بتمشيط كل المنطقة فيما لم تستوي الاحتمالات على ترجيح تيهانه أو اختطافه. محمد أبو ليش، رصد التالي. أنا على واحد طلعت معاه نشري معاه، شريته ومن بعد قابلته باش يروح للدار، ركب على الدار هذا 500 50 متر ولا، ومن بعد أنا هو تروح للدار نسكن برا في الريف، الوقت الساعة الواحدة، ومن بعد هيك يروح للدار أنا عاود عيط لهم قالوا لي ما جاش، عاود من الواحدة درنا ديكلار عاد جا دار مية عاد الشرطة. دارهم راه مهولين عليه، الناس كاع راها تسقسي عليه، اتصلنا بمصالح الدرك، مصالح الأمن. ان شاء الله يكون الميساج وصل للشعب الجزائري وسيرتو الشعب تيسمسيلت. ما كاش هذا الطفل، وين راح هذا الطفل؟ المسافه مش بعيده بزاف، والطاكسيفون هاك الحي تاع المدرسه هذا مش بزاف 20 متر، وين راح الطفل؟ مش عارف. نتمنى من ذو قلوب الرحيمه ومن الرجال المخلصين البحث عن هذا الولد، ونتمنى ان شاء الله بحول الله مع قوته الجميع ان شاء الله يكونوا في يد واحده. رانا في الخرطي هذا كامل رانا مهولين، نطلبوا كاع نطلبوا من المواطنين يعاونونا، رجال الامن رجال الدرك في هذا الطفل المسكين بريء. ولتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال بمراسل تلفزيون النهار بولايه تسمسيت محمد اهوليش. اهلا بك محمد. اهلا، مرحبا محمد. هل من جديد يذكر فيما يخص قضية اختفاء الطفل ياسين حماني؟ الآن 9 صباحا، لا جديد حول قضية الطفل، ننتظر فقط فصل وكيل السيد وكيل الجمهورية لمحكمة سمسيل في الموضوع. أشير أن أجهزة الأمن تحركت فور تبليغها بحادثة الاختفاء منذ ظهيرة أمس، والطفل الآن لم يرجح بعد إن كان مختطفا أو تائها. طيب، هل من الإجراءات يعني قامت بها مصالح الأمن للبحث عن الطفل؟ نعم، قامت مصالح أمن ولاية سمسيت بتمشيط المناطق القريبة من مسكن الطفل. هناك غابة مجاورة في أعالي منطقة سيدي الهواري ومناطق أخرى، يعني حتى أن شباب المنطقة وشباب مدينة سمسيت وجيران المختفي الطفل المختفي خرجوا منذ تلك الفترة إلى الآن، يعني هم في حملة للتفتيش والتمشيط والبحث عن الطفل. طيب محمد أغوليش، مراسل تلفزيون النهار بولاية سمسيلت، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، وسنحاول الاتصال بك في مواعيدنا المحلية اللاحقة. شكرا. شكرا. إذن مشاهدينا الآن إلى الشأنية الأمني، حيث حجزت مصالح أمن ولاية وهران أزيد من 600 قرص مهلوس و240 جرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدر ب 281 مليون سنتيم، إضافة إلى تفكيك جماعة أشرار. كما استرجعت أسلحة بيضاء كانت تستعمل في ترويع المواطنين ناهيك على مركبتين كانتا محل بحث. إلى ولاية تيارتين، يتخوف سكان المنطقة من استهلاك مادة البطاطا المنتجة على مستوى المناطق المجاورة لسد الدحموني، وهذا بسبب رواج سقيها بالمياه القذرة والملوثة. ديار بن داود يفصل في الموضوع. بعد انتشار معلومات بوجود عمليات للسقي بالمياه القذرة والملوثة، كان لتلفزيون النهار تحقيق ميداني على مستوى سد الدحموني بتيات والمستثمرات الفلاحية الخاصة بإنتاج البطاطا، حيث وقفنا على جفاف الجهة الشمالية من السد وانتشار مجاري للمياه، أكد بعض الفلاحين أنها ملوثة وتؤثر على مادة البطاطا التي ينتجونها. ها من بيها مسخضر تقريبا هاي كيوالو، مام البطاطا ضيع البطاطا، حنا لا نقلعو فيها دروك، ما تكون تخليها طول شوية ضيع. سبب الماء، الماء كيكون قليل يكون ملوث بزاف. ليزاجينيور اللي دايرهم هنا، هذا الفلاح راهي فلاح، الدوله راهي تعقب من ولا ماهيش تعقب؟ كاينين ليزاجينيور تاع البطاطا، كاينين تاع الماء، كان هذا حبسوا نهار الاول اللي كان راح يقلب وقالوا له ممنوع، شيك ممنوع ما يغامرش برزقه تحت الارض. كما زاد من تعقيد الامر تواجد عشرات محركات ضخ المياه المستعمله في السقي على حواف السد دون احترام لمسافة معينة
مما يزيد من تلوث المياه بمادة المازوت. يعني فيه بعض الإشاعات كما كنت تكلمت فيه بعض الإشاعات وكذا، احنا نتكلم بالأرقام، بالأرقام والتحاليل. إذا كان دلائل تقول باللي يعني هذه المياه ما تصلحش، نقولوا للفلاحين يحبسوا ما يسقيوش حنا ولا مديرية المصالح الفلاحية. والحمد لله يعني لحد الآن ما كانش يعني حاجات تقول عكس ما واش رانا نتكلموا. مئات الهكتارات من البطاطا تستثمر هذه السنة ببلديات السبعين والدحموني وما جاورها من مناطق اصطدمت بمشكلة السقي بالمياه الملوثة، وهو ما عكس عزوفا لدى المستهلكين لهذه المادة مطالبين بتحقيق ميداني للوقوف على تأكيد أو نفي هذه القضية التي أصبحت تهم المستهلك بالدرجة الأولى. نختم من ولاية أم البواقي، حيث يجمع الطوابع البريدية والعملة الورقية القديمة مدن عومة أظافره، حيث تمكن من جمع أكثر من 1000 طابع بريدي نتعرف عليه في سياق تقرير رشيد مقدم. جمع الطوابع البريدية والأوراق النقدية هواية تستهوي الخميس ركاب من بلدية الضلع بولاية أم البواقي. تمكن طوال حياته من جمع 12000 طابعا بريديا، الرئيس الراحل هواري بومدين، إلى جانب شخصيات وطنية وأعلام رائدة كعبد الحميد بن باديس والأمير عبد القادر، والقائمة تطول. من صغري وأنا لم نجمع في الطوابع البريدية وطنيا وعالميا. الرصيد تاعي اليوم راهو فيه قرابة 12000 طابع بريدي لحوالي 170 أو 180 دولة بالتقريب. وعلى غرار طوابع الشخصيات الوطنية، هناك شخصيات عربية وقارية تجسدها الطوابع البريدية التي ظل يجمعها ركاب منذ صغره. فيها جميع الفنون والفنانين والأبطال الجزائريين. هذو كما هنا أواني فخارية قديمة. كما راكم تشوفوا طابع بريدي خاص بعيسى الجرموني الحركاتي. ومن العملة الوطنية الورقية إلى النقود النادرة في زمن المعاملات المصرفية والتي يحافظ عليها هذا الهاوي. باش نحب صغار هوايتينو ماشي تحب صغش وتقال غير يثما يسمى خاصة قد ما تقدرنا خاصة ببلدية الضلع التنوار خوتي. فالطابع البريدي الذي تم إصداره في إنجلترا عام 1840 يستعمل في مجالات كثيرة، وطوابع أخرى مخصصة للألعاب والمشروعات الخيرية والإنسانية. وبالنسبة للهاوي الخميس ركاب من بلدية الضلعة، فإنه يمثل سفير الجزائر ثقافيا ومعرفيا في المحافل الخارجية.